ندوة حول التحول إلى التعليم الإلكتروني وإلغاء الحرم الجامعي. أنا موافق. تفضل مايكروفون. اقتراحك جيد، أنا مبسوط عليه. دكتور هاني عبد الرحمن، بدي أرجع شوي للشباب. يا ريت إنه نفتح المجال للشباب في المحافظات الأخرى، لأنه كل المجموعات الموجودة كلها في المحافظات الأخرى، يعني مش بس عمان، لأنه إحنا سنترد كلياتنا من عمان. على الأقل نعطي مجال للشباب في المحافظات الأخرى ينضموا، فبيكون بيجيبوا لهم الفيدباك. ممتاز. وانا اقترح ان تكون، اذا امرتي، ان يكون ذلك من خلال احدى الجامعات، لكي يكون يعني فيها بعد علمي مش اوكي. ماشي. طيب ننتقل الى موضوعنا الاخر اذا امرتم، واطلب معالي الدكتور حلايقه شرفني هون لاني عايزك، معاليك شرفني هون لاني عايزك، دكتور الصادق شرفني هون لاني محتاجك. جرب جرب معلم، جرب هون، جرب هون. الان الموضوع اللي بدنا نحكي فيه موضوع هام جدا، وكان المنتدى يحلم به من زمان، ويمكن عرضنا انه هنالك عده طلبات وتوجهات نابت بأن يكون لنا بعد عربي وليس أردني فقط. وتشاء السماء أن يوجه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بأن يقوم اتصال بين منتدى الفكر العربي ومعنا أمينه العام الصادق، و أن يزورني معالي ومعه أخي العزيز وأستاذنا الدكتور معالي هشام الخطيب، وبرسالة من سموه بأن نتولى إقامة أو صياغة ميثاق اقتصادي عربي. طبعا هذه الرغبة من سموه بالنسبة لي لا تقاوم، وخصوصا بأننا نفكر دائما ونعمل دائما عربيا، وكون أن سموه يريد أن يقود هذا المشروع تحت مظلته فكان شيئا مغريا. وتم التداول مع الصديقين من المنتدى، وخرجنا إلى صيغة إنشاء هيئة لميثاق اقتصادي عربي، وحسب رغبة سيدي صاحب السمو الذي سيكون الرئيس الفخري والراعي أن أتولى أنا الرئاسة. وجرى الاقتراح والتوافق على أن يكون لي نائبين، أحدهما من المنتدى وهو الدكتور هشام الخطيب معالي، ومن مرصدنا وهو ايضا استاذنا ومعلمنا في الاقتصاد الدكتور معالي الدكتور الحلايقه. وترك لنا، ترك سمو الامير لي ان اقترح صيغه للعمل، وقد اقترحت الصيغه التاليه: ان يكون هنالك محاور، والمحاور وزعت على ما اعتقد عليكم. وزعت المحاور. المحاور وينها؟ وين؟ ايه وين المحور؟ وين المحاور؟ هاي محاور المشروع. وين؟ لا فيها موجودة. خلي يطبع. اشكرك منيح اللي انت موجود. لا كان لازم ان توزع هاي، خلي صوريها ووزعيها. الله يخليك، صوريها ووزعيها. والورقتين الخلفيتين لازم يوزعوا. انتم كلهم موجودين؟
الله خلي يصورهم بسرعة. خليني أحكي لبين ما يصوروا الورقة حصل خطأ إداري، كان يجب أن توزع وترسل مع الدعوة أصلاً. ولذلك فوجئت أنا بأنه كنت عم بحكي مع معالي الدكتور أبو حمو فما كانش عنده خلفية. المهم الآن الفكرة هي أن نوزع الموضوع إلى محاور، وفي قائمة بالمحاور نقترحها، هي اقتراح نلغي منها نضيف عليها نعدلها كما ترون. ويتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المحاور، مش بدناش مجلس إدارة يقعد يناقش ويوجه، كل واحد مكلف، كل رئيس فريق أو ليدر أو شامبيون لأحد المحاور يصبح عضوا في مجلس الإدارة. وأيضا هذا المشروع سنديره كدراسة. لا رح يصوروا الكامل عندك، ما عندكش إياها؟ ناخذها أسرع. بدك إياها؟ طيب. الفكرة هي أنه حاولت أن أوجز ما هي المحاور الرئيسية التي يجب أن تبحث إذا أردنا أن نصيغ ميثاق اقتصادي عربي. واقترحت أيضا أن هذا المشروع بعد أن يؤدى كدراسة، ما فيش يعني عملية لا 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 تصويت ولا اتفاق ولا قرارات، كل محور يعمل عليه ليدر والليدرز يشكلوا مجلس الإدارة، وبالنهاية يعتمد المشروع تحت إدارة أو تحت مظلة سمو الأمير. عندما يعتمد سمو الأمير ندعو إلى مؤتمر عربي قومي لمناقشته على المستوى العربي، وبعد مناقشته على المستوى العربي وإقراره بعد تعديله ننتقل إلى محاولة الضغط للأخذ به من خلال جامعة الدول العربية، من خلال الحكومات العربية ومجالس النواب والشعب والإعلام وكل الوسائل، لأننا في هذا الظلام الحالك في المنطقة سياسيا في عنا نور هو العلاقة الاقتصادية التي يمكن أن نقدم فيها شيء، ولا يجوز أن نيأس بسبب الظلمة التي نعيشها، لأن الأمم التي تيأس لا تستحق الحياة. فنحن نريد في هذه الظلمة أن ننشئ مشروعا يحيي العلاقة البينية العربية. لا بدنا نعمل وحدة ولا وحدة ولا اتحاد ولا مشروع من النوع، ولا بدنا نطلق شركات كما كل مؤتمر بيتفقوا بيعملوا شركات وما بتطلعش الشركات. احنا نريد علاقات، ناخذ مواقف محددة. ولحتى أعطي مثال، كلفتني المنظمة العالمية للتجارة وكذلك وزراء السفراء المعتمدين لدى المنظمة العالمية للتجارة، السفراء العرب، وفي اللقاء اللي حصل هنا في بعض الموجودين ومنهم الدكتورة تمام، كنت موجودة نعم، فكان في طلب مني بأن تقوم مؤسستنا بإعداد دراسة عن كلفة التجارة البينية. يعني التجارة البينية العربية أقل من 10%